اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم. هذه اطلاله متجدده من الان، نستعرض ونسلط خلالها الضوء وكما جرت العاده على مدار الاسابيع الماضيه عن حصاد الملف الافريقي في اسبوع منصرم، نتناولها مع حضراتكم في شقين. الاول نتحدث عن اخبار مرتبطه برئاسه مصر الدوريه للاتحاد الافريقي على مدار عام، اما الثاني فسيكون حول بعض الاخبار والفعاليات المرتبطه بالقاره الافريقيه، سواء ما كان منها مرتبط بالشق السياسي او التحديات الامنيه وما اكثرها في القارة الإفريقية. في الاستوديو ينضم إلينا الدكتور خالد فهمي الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور خالد. البداية ستكون مع استقبال الدكتورة رانيا رشا راغب، عفوا، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وفدا زائرا من المعهد القومي للإدارة يضم 95 سيدة إفريقية تشارك في برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية لتعزيز سبل التواصل بين الجهتين وللتعريف ببرامج الأكاديمية، خاصة تلك التي تهتم بالشباب والشأن الإفريقي كالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة وبرنامج تأهيل التنفيذيين الأفارقة للقيادة. وقد أعربت عن سعادتها بتوافد الزوار الأفارقة إلى مصر وإلى الأكاديمية الوطنية على وجه الخصوص، وتحدثت كذلك عن دور الأكاديمية والبرامج التي تقدمها والتي من بينها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة والذي بدأ في أغسطس الماضي وما يتلقونه من مواد تدريبية ثرية ونماذج المحاكاة كنموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي وإدارة الأزمات وغيرها من البرامج. المؤتمر الوطني السابع للشباب والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة الصيف الماضي، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد تخرج دفعة جديدة كانت من بين الذين شهدوا هذه الدورة في البرنامج، برنامج تأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وتحدث عدد من الذين خاضوا تلك الدورة عن حجم الاستفادة التي نالوها. دكتور خالد، أي انعكاس منتظر على مستوى التعاون بين القارة الإفريقية وبين مصر، ليس فقط مرتبط بسنة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي وإنما على مدار السنوات المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية زي ما حضرتك بتقول أن مصر سند لأفريقيا وأفريقيا سند لمصر، دوت ما جاش من فراغ، ده جه من ما توليه مصر للقارة الأفريقية من ولاء ومن مد يد المساعدة باستمرار لشباب أفريقيا. يمكن بدأ الموضوع دوت من 2015، بداية برنامج التأهيل الرئاسي للشباب المصري في 2015 بدأت النواة بتاعته، وتطور الموضوع بعد كده لما جاب الحصاد بتاعه. كان الحصاد بتاعه شباب مصري واعد مسلح بالتكنولوجيا، مسلح بالعلم والمعرفة، قادر على مجابهة التحديات اللي موجودة داخل مصر، وبالتالي كان لازم على مصر أن هي تنقل هذه التجربة لقارة أفريقيا. فبدأت في 2018 مع الاستمرار العقد العديد من الدورات على مستوى مصر، ثم اتجهت مصر بعد كده للقارة الأفريقية، وكان أول مؤتمر لتأهيل شباب الشباب الأفارقة للأعمال الرئاسية. ده جه من خلال مشروع ألف قائد أفريقي، ودوت يمكن كانت تبنته كلية الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، سبقوا منحة ناصر والمدرسة الصيفية الأفريقية، كل ده بتهدف لتأهيل الشباب في العمل بسم الله الرحمن الرحيم، في العمل السياسي بشكل عام، ازاي ان هو يقدر يدير ازمه، ازاي ان هو يقدر يتعامل مع نماذج المحاكاه زي ما حضرتك قلت، نموذج محاكاه الاتحاد الافريقي، ازاي ان هو يشوف عمل اللجان وسير الاعمال داخل الاتحاد الافريقي واللجان المختلفه. ايضا ما كانش تاهيل فقط، لا، ده كان الاطلاع على الثقافات بين الشعوب وبعضها، تبادل المعارف بين افراد افريقيا بشكل عام، الاطلاع على الثقافات المصريه هنا هو. ودي كانت رساله لقاره افريقيا بالكامل ان هم يبعتوا لنا شباب مره اخرى للتدريب على هذه أولويات الحكومات أو الأنظمة السياسية في القارة الإفريقية تقوم على تأهيل الكادر الأفريقي الشاب في هذه الأونة، ولا هناك أولويات ربما تجعل من تأهيل الشباب الأفريقي في مرحلة متأخرة دكتور خالد؟ هو بعد ما تم وضع أجندة أفريقيا 2063 تنبه القادة الأفارقة بالكامل للثروة اللي موجودة لديهم، وهي عنصر الشباب، إزاي إن احنا نأهل الشباب دول عشان يقدروا يقودوا أفريقيا ويقودوا دولهم في المستقبل القريب بإذن الله.
ده هيجي من خلال وضع برامج تنمويه لهؤلاء الشباب في مجالات عده، في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال حتى الامني والعسكري، ازاي ان هو يقدر يجابه التحديات اللي بتقابله، ازاي يقدر يشكل سيناريو يتعامل مع الازمات وما اكثر الازمات الموجوده في قاره افريقيا، أزمات الحدود، أزمات ونزاعات عرقية وإثنية وخلافه اللي يمكن بنشوف باستمرار أزمات موجودة داخل القارة الأفريقية. فلما يكون في عندي شباب مؤهل، تسوية هذه الأزمات يجب أن يكون كخطوة سابقة على ما دونها من قضايا، ولا العمل وفق المسارات المتوازية قد يكون منتج في هذه المسار المتوازي طبعا، لأنه لما يشوف النتائج والتحديات اللي قابلته من مثل هذه القضايا والمشكلات هيكون دافع لي ان هو يعمل بجد اكثر ويحصل العلم بشكل جدي، على اساس ان هو هيتولى القيادة بعد كده لو قابلته مشكلة زي كده ازاي يقدر يتعامل معها، ازاي يقدر يحل السيناريوهات ديت ويقدر ان هو يتعامل معها بشكل علمي وفقا لمنظومة بالتعاون بينه وبين شركائه في المستقبل. دكتور خالد، بعض أزمات أو البعض يقول أن كل أزمات القارة الإفريقية أزمات ومشكلات بنيوية قديمة للغاية متجذرة في التربة الإفريقية، وبالتالي التعامل معها هل يمكن أن يكون تعاملا وطنيا خالصا حتى لو كان عبر أو تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، ولا بالضرورة من كان سببا في هذه المشكلات يتعين عليه أن يتدخل لحلها؟ نتحدث عن قوة غربية كان لها إرث استعماري في إفريقيا أو غيرها من القوة. هو كل مستوى لازم يتحمل المسؤولية الملقاة عليه، بدءا بالفرد ثم الدولة ثم الاتحاد الأفريقي بشكل عام والدول المستعمرة اللي استعمرت أفريقيا وثبت لنا المشكلات والقضايا اللي بنعاني منها حتى يومنا هذا، مشاكل في الحدود، مشاكل إثنية وعرقية، مشاكل بين الأطراف وبعضها البعض، مشاكل في الصحة، مشاكل في التعليم، الفقر أيضا، كل ده من المشكلات اللي بتعاني منها القارة الأفريقية. لجأ المواطن الأفريقي إن هو يبتدي يتعامل مع هذه المشكلات بنوع من الحرفية علشان يقدر إن هو يحل هذه المشكلات ويصل للتنمية اللي هو عايزها طبقا للمخطط في أجندة 63. ويمكن قادة أفريقيا هم اللي صمموا في عمل أجندة أساسا إن هو ينزل للمواطن الأفريقي ويشوف حلمه إيه في قارة أفريقيا في المستقبل علشان يقدر يلبي له طلباته دي، يقدر يحط له الخطوط العريضة اللي هيمشي عليها اللي هو الخارطة للطريق علشان يحل المشكلات اللي موجودة لديه على المستوى المواطن وكذلك على مستوى الدولة. أيهما يبدو سابق على الآخر، أن يجد القادة الأفارقة مصادر تمويل حقيقية يمكن أن تؤدي إلى خلق هذه التنمية التي تريدها القارة الإفريقية بحكم المشكلات المتجذرة اللي حضرتك أشرت إليها، ولا إيجاد تسويات أو العمل على النقاط الواردة في أجندة أفريقيا 2063 هي تضمن بالضرورة إيجاد مصادر التمويل وحل مشكلات التنمية؟ هو يمكن برضو الهدف الأساسي الوضع في أجندة 63 أن القارة تعتمد على تمويل مشروعاتها بذاتها وليس الاعتماد على الآخر، ويمكن دوت يعني الآليات ديت وآليات التنفيذ في هذا الموضوع يمكن سيرة على قدم وساق ومسارات متوازية مع مجابهة المشكلات الموجودة. يمكن شفنا في تعاون بين بعض الدول، ويمكن شفنا مؤخرا تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية دي اللي هتساهم بشكل كبير إلى تدفق الأموال وزيادة حركة التجارة بين دول أفريقيا وما بين الخارج. كل دوت هيساعد على ضخ مزيد من الاستثمارات داخل القارة، وبالتالي زيادة في التنمية الاقتصادية، وهيعود بالنفع على القارة بإذن الله، ونقدر إن احنا نشوف قارة جديدة تنعم بالاستقرار والمناخ الملائم لاستكمال باقي المشروعات التنموية في الداخل. مصر قالت بشكل مستمر أن اهتمامها بالقارة الإفريقية لم يكن مرتبط برئاساتها الدورية للاتحاد الإفريقي، كان سابقا لذلك وسيكون لاحقا وتاليا لعام الترأس الدوري. إلى تونس التي طالبت فيها الرئاسة مساء الاثنين الماضي في بيان الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية بترشيح اسم بديل لرئيس الوزراء المكلف لحبيب الجملي الذي لم تحظى حكومته المرشحة بثقة مجلس نواب الشعب. قال بيان الرئاسة إن الحرص على تقديم هذه المقترحات في أسرع وقت سيتيح مدة كافية لمزيد تعميق في المشاورات
والاحترام كامل للمدة التي نصت عليها الفقرة الثالثة من الفصل 89 من دستور البلاد. يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد لن يكون أمامه إلا وقت قصير لتعيين شخصية بديلة للحبيب الجملي لتشكيل حكومة، وإلا سيتعين التوجه لانتخابات تشريعية جديدة. دكتور خالد، الأزمة الحقيقية التي سارت معها حكومة الحبيب الجملي بداية من الإخفاق في الوصول إلى توافقات سياسية لتشكيل هذه الحكومة، والإخفاق الثاني عندما تم الوصول ولو على عجل لحكومة تكنوقراط أو حكومة اختصاصيين مستقلين لم تنل ثقة الأحزاب في مجلس نواب الشعب في تونس، منشأ هذه المشكلة يكمن في ماذا؟ هو يمكن دي سمة بتبقى سمة أساسية في لما يكون في تشكيل حكومة جديدة. كل الأحزاب بتتكالب على تكوين أو الحصول على النسبة اللي هي 50 نسبة الأغلبية لتشكيل الحكومة الجديدة. فطبعا لما في خلال الفترة السابقة من وقت تكليف رئيس الحكومة بتشكيل أو تشكيل الحكومة بتاعته ما حازش على نسبة أغلبية في من خلال الأحزاب بالكامل، يمكن دوت اللي زود طال أمد تشكيل الحكومة، ويمكن هو حط الدولة دلوقتي في مأزق مع إطالة المدة، بقاله 60 يوم تقريبا من 15 نوفمبر الماضي، ولما خد التكليف مضى شهر وده الشهر الثاني، وللأسف ما قدرش ان هو يتوافق على تشكيل حكومة جديدة. على الأطراف جميعا في تونس هم يتجهوا لتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية في مثل هذا الوقت اللي بتمر به تونس، وخصوصا بعد وفاة القائد السبسي وتعيين الحكومة الجديدة. ده التوافق دوت لازم يتم بشكل سريع علشان نتجنب ان احنا نقع في مشكلة. هل حمل الحبيب الجملي بوزر أنه حسب ولو كان ذلك غير دقيق أو ربما بأكبر مما يحتمل فكرة أنه قد ينتسب أو يكون قريبا من حركة النهضة؟ ما هو دي يمكن أحد الأسباب اللي دفعت الأحزاب أنهم تتجنب الحشد في اتجاه حكومة الحبيب الجملي، ومن هنا يعني يمكن برضو التحركات التركية في الفترة السابقة، والثورة قامت أساسا في تونس علشان تتخلص من حكم الإخوان المسلمين وما يبقاش متدخلين في الحكم بشكل كبير. لا، أي ثورة حضرتك تتكلم عنها؟ ثورة 2010 يمكن ديت احد الاسباب، وما بعد الثوره. يعني ثوره 2010 ده معناها ان الرئيس السابق زين العابدين بن علي كان متأسف ليها. اسف، يمكن برضه طيب، يعني هو الحبيب الجملي كان مساله انه حسب على انه قريب من حركه النهضه اثر على نيل الثقه. ايوه بالظبط، هو ده اللي اثر عليه في الاساس، ويمكن خلى الاحزاب تاخد جانب ما تدهوش الأصوات الكافية أو توصلوا لنسبة الحسم أو التصويت بالأغلبية للحكومة بتاعته. دوت عامل أساسي اللي هو هيطيل من أمد تشكيل الحكومة، هيطيل من وجود فراغ سياسي، وخصوصا أن في حكومة تسيير أعمال في الوقت الحالي. تعرف حضرتك حكومة تسيير أعمال يعني ما بتديش قرارات، ما بتقدرش ان هي تبني خطط مستقبلية، ما تقدرش ان هي تحط خريطة طريق او مشروعات تنموية تقدر تنفذها، لكن هو بتمشي الامور لحين التوافق على حكومة جديدة. هي حكومة تصريف اعمال تقريبا بدون بعض الوزارات، يعني خميس الجهناوي ووزير الدفاع وزير الخارجية عفوا لم يعد وزيرا للخارجية، بعض الوزراء مش موجودين وفي الوزارات شاغرة، فكل ده بيؤدي لحالة من القلق والتوتر داخل الدولة، مش هيخلي الدولة تقدر تسير على المسار الطبيعي بتاعها. على جميع الأطراف زي ما قلت لحضرتك ان هم يسعوا بجد واجتهاد لمعاونة رئيس الوزراء او الاتجاه لانتخابات تشريعية. طيب جديد. هناك مشكلة مرتبطة بتشكيل حكومة جديدة، يتعين تقديم مرشحين آخرين من الكتل والائتلافات النيابية، وهناك مشكلة أخرى بعد نحو 48 ساعة من عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي كانت مرتبطة برئيس مجلس نواب الشعب وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، أزمة عميقة خلفتها زيارته لتركيا ولقائه رجب طيب أردوغان، ومن بعد ذلك التصويت على
مساءلته، وربما تذهب الأمور لما هو أبعد من ذلك بسحب رئاسة مجلس نواب الشعب. وهذا برضو أحد الأسباب اللي يمكن خلت الأحزاب تعزف عن الممارسة السياسية بشكل واضح في هذا التوقيت. عندنا في مجلس الوزراء، الوزراء مش متشكل، البرلمان عامل زيارة لتركيا، وما عارفين تركيا يعني الذراع الطولي للإخوان المسلمين، مش عايزين احنا نرجع تاني لقصة الإخوان المسلمين ويتدخلوا في الحكم مرة أخرى أو يكون ليهم نصيب إن هم يتحكموا في مصير البلاد. فدي كل دي عوامل أثرت على عملية التشكيل وعملية التصويت في البرلمان لصالح تشكيل الحكومة في شكلها النهائي. ستذهب الأمور في هذه النقطة، السؤال الأخير لحضرتك، ستذهب الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك بسحب رئاسة مجلس النواب من راشد غنوش بالفعل، ولا المسألة يعني ستكون فقط محل تلويح من قبل ممكن السياسي؟ ممكن أنهم يلجأوا لهذا المطلب، وممكن هو يعني يكون تلويح بسحب الثقة لتجنب السير في اتجاهات متفرقة قد تؤدي إلى طريق يعني يخشى الجميع، نصل لمفرق طرق، الوزارة في ناحية والبرلمان في ناحية، يبقى إذن الدولة هيحصل فيها حالة من عدم الاستقرار وهي عدم السيطرة على الأمور بشكل عام. نعم، بعيدا عن تونس تتحول إلى ملف أمني هذه المرة في الساحل والصحراء كما جرت العادة، إذ قتل 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون بهجوم شنه مسلحون في منطقة كاسا التابعة لمقاطعة دوكومبو بالجنوب الشرقي لمالي. قالت وكالة الأنباء الرسمية في مالي عن مصادر عسكرية إن مسلحين يحملون أسلحة ثقيلة شنوا الهجوم ليلة السبت مخلفين خسائر مادية كبيرة، وقد سقط بينهم نحو 10 عناصر على يد رجال الدفاع الذاتي في تلك المدينة. وفي ديمبا بالوسط الغربي لمالي قتل مسلحان على دراجة نارية عنصري استخلاص على الطريق السريع وفق مصادر متطابقة. دكتور خالد، مسألة دول الساحل والصحراء في مالي في بوركينا فاسو في النيجر على مدار الأسابيع الأخيرة تقريبا حصد العناصر الأمنية واستهدافهم أصبح وكأنه سنة أسبوعية تقريبا في تلك المناطق، بالقدر الذي اضطر معه الرئيس جمهورية النيجر محمد إيسوفو لإقالة وزير الدفاع لتكرار حوادث استهداف النقاط الأمنية والعسكرية هناك. ما الذي يجري أمنيا ولماذا وتيرة الأحداث والعنف تبدو متسارعة في الأسابيع الأخيرة؟ نرجع تاني لموضوع الإرهاب ونشاط العمليات الإرهابية. الجماعات الإرهابية بتنشط من وقت لآخر وفي فترات معينة بيزداد نشاطها لتحقيق أغراض داخل الدولة. بنبص مثلا بنلاقي الحركات دي ابتدت مع بدايات العام الميلادي علشان بس الفرقة ووضع الحكومات في موضع وشكل مؤسف وموضع حرج بالنسبة للمواطن الأفريقي، بيفقد الثقة المواطن الأفريقي في الحكومة بتاعته إن هي مش قادرة توفر له أدنى عنصر من عناصر الأمن والأمان في دولته. الجماعات الإرهابية بتنشط أيضا لتحقيق أغراض أخرى إن هي ما زالت موجودة وتقدر تفرض سيطرتها من وقت لآخر وتقدر إن هي توصل للعمق، عمق الدولة بشكل أو بآخر. يعني مسألة حرب وجود ما بين الجماعات الإرهابية وما بين القوى المسلحة داخل الدولة أو عناصر الأمن بشكل عام. طبعا حتى مسألة التعامل في هذا التحدي لم يعد قاصر على يعني بعض التنظيمات المحلية الموجودة داخل حدود الدولة، وإنما مسألة الجريمة العابرة للحدود، يعني التنظيمات التي يمكن أن يكون لها وكلاء في هذه الدول. ما الإرهاب ما بقاش يعني بتتغير الصور بتاعته وطبقا للمواقف اللي موجودة حواليه. النهاردة في جريمة عابرة الحدود زي ما حضرتك قلت، في انتشار للجماعات الإرهابية. الإرهاب بيأثر على الجوار بتاعي، لما يكون في التوتر أو جماعات إرهابية موجودة في مكان، وخصوصا أنهم بينتشروا في بعض الأماكن على الشريط الحدودي لهذه الدولة، فبالتالي بيأثر على الجار بتاعه. التأثير دوت بيخلق حالة من عدم الأمن والاستقرار، بيؤدي لفرار بعض المواطنين من الدولة للدولة الأخرى كلاجئ
سياسي أو فار أو بيبحث عن مأوى بعيدا عن التوتر الموجود، بعيدا عن أن هو يصاب من الجماعات الإرهابية بشكل أو بآخر. انتشار الجماعات الإرهابية دوت بيغذي طبعا بعض العناصر الخارجية، تمويل دولي، التدريب والعناصر اللي كلنا عرفناها دلوقتي، والمواطن المصري بشكل عام عرف ايه هي التنظيمات الإرهابية وعرف المآلات بتاعتها والشغل بتاعها ممكن ان هي تتحرك. طيب ازاي دكتور خالد، فرنسا من الدول التي تهتم بمنطقة الساحل والصحراء ولها قاعدة عسكرية في مالي ولها وجود كذلك في بوركينا فاسو، هل ينسب اخفاق الى فرنسا بحكم زيادة وتيرة العنف في الأشهر الأخيرة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار مالي في أيام عيد الميلاد والتقى عدد من الضباط والجنود الفرنسيين العاملين هناك، هل ينسب فشل أو إخفاق لفرنسا على خلفية الأحداث الجارية، ولا ليس لفرنسا علاقة مباشرة بهذا الضعف؟ هو يمكن ديت يكون رد فعل للزيارة الأخيرة بتاعت ماكرون وإعلانه عن بناء قاعدة جديدة أو مركز ل تدريب العناصر الأمنية ضد الإرهابيين. طبعا ده هيبقى رد فعل، انت زي ما اقول ايه، انت بتعمل لي مدرسة او مركز للتدريب، انا هرد عليك بعمل عسكري انت مش هتقدر عليه. فهنا هو في عملية تحدي ما بين العناصر الأمنية وما بين التنظيمات الإرهابية. لكن اللي عايز اوصله في نهاية الحديث ان ما فيش تنظيم بيقدر يهزم دولة. الاختلاف العقيدة بقى هنا هو في العقيدة القتالية مع الجند الفرنسي مع الجند الأفريقي، هو ده اللي يمكن بيقلل من عمليات المجابهة، يمكن بيخلي شكل الدولة، الدولة زي فرنسا بيخلي شكلها مش مظبوط قدام. لكن لو أن دولة ليست مؤهلة بالقدر الكافي على المستوى المالي وعلى المستوى التقني وعلى مستوى التدريب، فوجودها بالفعل على المحك مع هذه التنظيمات. بالضبط. طبعا عملية التدريب والتأهيل والإمداد بالذخائر والأسلحة والدعم المادي لبعض الدول الأفريقية يمكن ما يكونش بالقدر الكافي علشان تقدر ان هي تجابه مثل هذه العمليات الإرهابية، ويمكن كانت مالي طلبت من الإمارات إمدادها ببعض العناصر المدرعة لزيادة قدرات القوات لمجابهة الأعمال الإرهابية، ويمكن الصفقة في طريقة ان هي توصل لمالي لتمكينها من تنفيذ مخططات حماية البلد من الأعمال الإرهابية. الأمر يطرح تساؤل حول كفاءة أو فعالية الدول الإفريقية بشكل عام وتحديدا الساحل والصحراء باعتبارها المدرة الأكبر من هذه المخاطر، مدى قدرة وكفاءة هذه الدول في أن تواجه منفردة هذا الخطر، لأن الخطر يبدو داهم للغاية على هذه الدول. هو طبعا القدرات بتحتاج عنصر تدريب، ويمكن مصر قدرت توفر عنصر التدريب دوت للعديد من دول الساحل والصحراء. دربنا في آخر 2018 حوالي 5 دول، وبداية 2019 دربنا دولتين على مجابهة الأعمال الإرهابية، بالإضافة لإمدادهم لبعض المعلومات. الموضوع أساسا مش تدريب فقط، ده الموضوع عايز تعاون استخباراتي، تعاون تقني ما بين الدول وبعضها البعض، عملية تسليم الهاربين والتعامل مع القضايا المشابهة، الاستفادة من خبرات الدول في هذا المجال، ده عنصر أساسي ومهم في التغلب على العناصر الإرهابية. مش موضوع تدريب فقط قد ما هو موضوع كامل متكامل، ما اقدرش اقول التدريب لوحده او الاسلحه لوحده. طيب انا ساذهب بحضرتك الى تطور مماثل تماما وفي ذات المحيط، اذا ارتفعت حصيله ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون على قاعده عسكريه بجمهوريه النيجر الى 89 عسكريا على الاقل، متجاوزا وبفارق كبير محصله هجوم الشهر الماضي على عسكريين ايضا، اذ اودى بحياه 71 فردا ليصبح الهجوم الاكبر على القوات المسلحة في النيجر على مدار سنوات. أكدت مصادر أمنية أن 89 عسكريا قد قتلوا في هذا الهجوم. كانت الحكومة قد أشارت إلى أن 25 جنديا قتلوا. أضافت أنها صدت هجوما في بلدة تشيغوادارا شنه مهاجمون يستخدمون عربات ودراجات نارية، وكنا قد أشرنا إلى أن الرئيس محمد أسوفو قد أقال وزير دفاعه على خلفية هذه الإخفاقات الأمنية كما رآها. إذا كانت كل دولة على حدة في منطقة الساحل والصحراء تعاني هذه المعاناة الشديدة والشديدة للغاية، هل يمكن أن تطلب إحداها عونا من الأخرى؟ هل يمكن الحديث عن تضافر لجهود الدول الإفريقية في مواجهة مخاطر الساحل والصحراء؟ وهناك تجمع للساحل والصحراء مصر كانت قد دشنته واشتركت فيه.
وفي معرض الحديث اتكلمنا على ضرورة التعاون ما بين الدول وبعضها في مجال مكافحة الإرهاب. الإرهاب مش هواجهه لوحدي، الإرهاب عايز تعاون بين الدول وبعضها، عايز تعاون في مراقبة الحدود والسيطرة على الحدود، السيطرة على النقاط التماس ما بين الدول وبعضها، توافر معلومات استخباراتية بين الدول وبعضها وتبادل المعلومات، ده شيء أساسي في عملية المجابهة. التحويلات النقدية اللي بتيجي من الخارج ده شيء مهم برضو. عمليات التهريب بشكل عام عبر الحدود، مراجعة المطلوبين أمنيا ده بصفة دورية. كل ديت عناصر إذا تكاملت مع بعضها البعض بالإضافة لعنصر التدريب زائد توافر الدعم المالي والمعنوي لهذه الدول، فوق ده كله الرغبة الأساسية للدولة كقيادة مع الشعب إن هم يتحدوا مع بعض للقضاء على هذا العنصر. مصر نجحت ليه في موضوع مكافحة الإرهاب؟ لأن كان في إرادة قوية من الشعب المصري والقيادة السياسية إن هم يقضوا على الإرهاب بكافة أشكاله وكافة صوره. ومن هنا ناخد النموذج المصري يحتذى به على مستوى العالم، ويمكن دوت اللي خلى فيه ثقة كبيرة من الجيوش والدول الأفريقية والدول العربية والدول الأجنبية أنها تعمل تدريبات مشتركة مع القوات المسلحة المصرية وتحضر العديد من المناورات. لما لمصر من سمعة جيدة في هذا المجال، يبقى إذن لازم أن احنا نستفيد من تجارب الدول. التعاون دوت مهم جدا، عملية التدريب وصقل المهارة دوت بيجي مرحلة بالتوازي مع هذه العناصر. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد استقبل رؤساء بعض دول الساحل والصحراء، وكذلك الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني ورئيس جمهورية النيجر وعدد من الرؤساء. من الذي يريد أو يطلب دعما من الآخر، خصوصا وأني تذكرت ما طلبته أو ستطلبه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في لقائها المسؤولين في الولايات المتحدة بضرورة زيادة معدلات الدعم التي تقدمها الولايات المتحدة؟ إذا كانت فرنسا تطلب مزيدا من الدعم في مواجهة مخاطر الإرهاب في دول الساحل والصحراء، فماذا عسى هذه الدول أن تفعل؟ هو طبعا زي ما حضرتك عارف والمشاهد الكريم عارف أن الإرهاب دوت بتموله عناصر دولية، قوة دولية، مش تمويل دولة، بالإضافة لضعف الإمكانيات اللي موجودة في الدول الأفريقية. الضعف دوت نتيجة القدرة الاقتصادية، المعونة اللي بتوصل لبعض الأفراد، الدعم العسكري برضو اللي بيجي من الفرنسي لمجابهة هذه الأعمال الإرهابية ما بيكونش بالقدر الكافي، لأن العمليات الإرهابية دي بتتطور. النهاردة بنشوف في تفجير عبوة مفخخة، بكرة بنلاقي عربية مدرعة، بعده في حزام ناسف، في العمليات الذئاب المنفردة، عملية يعني تنوع الأعمال الإرهابية من وقت لآخر والكيفيات أيضا، كل ده بتخلي عملية المجابهة تحتاج للمزيد والمزيد من دراسة الأعمال اللي بتقوم بيها، دراسة طرق الاقتراب اللي بيستخدموها، وإزاي أن أنا أقدر أقفل عليهم المنابع ديت وابتدي أعمل عملية مجابهة بشكل جيد. الموضوع مش دعم مادي وأكتر منه دعم معنوي، إزاي أن أنا أحفز المقاتل دوت أن هو يقدر يصمد قدام العنصر الإرهابي. في أين العقيدة القتالية بتاعته؟ لازم يكون عنده عقيدة قتالية ومؤمن بقضية بلده ان هو هيقدر يدافع عن المخطط الإجرامي. احنا في 73 انتصرنا بعزيمة الرجال وما كانش معانا سلاح متطور زي اللي موجود مع إسرائيل، نفس الكلام يعني الناس ديت لازم يكون عندهم عزيمة، عندهم صدق في عملية المجابهة، وان هم قادرين فعلا ان هم يدحروا العناصر الإرهابية. يمكن في معرض الحديث قلت لحضرتك ان ما فيش تنظيم بيقدر يهزم دولة، إذا هذه الدول إذا أمنت بهذا الكلام مع الدعم اللي بيوصل لهم مع إيمانهم بالقضية هيقدروا إن شاء الله أنهم يحاربوا الإرهاب وينتصروا عليه. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور خالد فهمي، الباحث المتخصص في الشأن الإفريقي. ختام هذه الفقرة التي فيها سلط الضوء على حصاد أسبوع إفريقي مضى، بعد فاصل قصير يتجدد اللقاء بحضراتكم في استكمال لهذه الجولة.